مساء الخير، حامل معكم إن شاء الله طاجن أصابع الكفتة بالكزبرة. بداية هحتاج للحم مفروم، بصلة فرمتها وخرجت مويتها بالصفاية، طبعا الموية هذه ما حرميها، إن شاء الله حسوي بها شاورما هديل بخاري. هحتاج لفصين توم، كزبرة خضراء، ملح وبهارات. البهارات عبارة عن فلفل أسود وكزبرة ناشفة. حضيف البهارات والملح والكزبرة والثوم والبصل من غير مويته للحمة وأشكلها على شكل أصابع. شكلتها على شكل أصابع، حكمل باقي الكمية وبعد كده أشيل الصحن ده وأدخله الثلاجة لمدة نص ساعة. بداية هحتاج لطاجن، أي نوع طاجن، أنا هستخدم الطاجن المصري، بديل الطاجن صينية، أي صينية عندك ممكن تفي بالغرض. هحتاج لبصلة مفرومة، خرجت مويتها بدي الطريقة برضو، حطيت لها صحن وصفاية، عصير طماطم، أنصاف حلقات بطاطس. قطعت البطاطس لحلقات والحلقات هذه قطعتها كده نص بدي الطريقة. أول حاجة حقلقل الأصابع في قدر شوية زيت ومعاها ملعقة زبدة، حسيحها. بعد ما ساحت الزبدة حرفع النار شوية وأبدأ أضيف أصابع الكفتة. أول ما أحس إنه كده بدأ يتغير لونها أقلبها، أحاول أحافظ على شكلها وما أخربها زي كده. بمجرد انها تتماسك وتصير شقرة اشيلها هنا في صحن نظيف زي كده. حطيت الطاجن على النار، الطاجن عندي يتحمل حرارة ويتحمل اني احطه على الغاز مباشرة، اهو حطيته بس اني رخيت النار. الزيت اللي قلقلت فيه الكفتة هحطه هنا جوة الطاجن. حضيف البصل اللي خرجت منه الموية وأقلب. لازم شعلة النار تكون راخية تحت الطاجن، مرخية أقل حاجة، أو إنك تحطي تنكة عشان تحافظي على الطاجن. أول ما بدأ يشقر البصل حضيف الثوم والبهارات. البهارات عندي عبارة عن فلفل أسود وكزبرة ناشفة وكمون. تقليبتين وأضيف عصير الطماطم. إذا الطماطم عندك ما هي حمرة تقدر تضيفي صلصة. حضيف رشة ملح وأقلب. دحين حضيف البطاطس وأقلبهم. حضيف موية ساخنة وأخليها تغلي لمدة ربع ساعة. النار هذه على الطاجن هخليه يغلي لمدة 15 دقيقة. بعد ربع ساعة هضيف أصابع الكفتة. أضفت أصابع الكفتة من غير تقليب، ما حقلبها، حغطيها وأخليها 5 دقائق. بعد 5 دقائق شلته من على النار ودحين حبدأ أضيف على الوجه كزبرة خضراء مفرومة، بالرغم إني شلته من على النار بس لسه بيغلي. هذه ميزة الطواجن إنها تمسك حرارة وتسبك الأكل أكثر من القدور العادية، بالرغم إنها بتغلي من جوا بس أنا أقدر أمسك القدر من برا. هدخل الطاجن ده للفرن، هحمره بس من فوق، هشغل النار العلوية في الفرن وأحمره بس من فوق. ما شاء الله، تسلم يدي، شوفوا كيف طاجن الكفتة تحمر وصار جاهز.